السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مطبخ عظيم. في البداية طبعا اسمحوا لي ان انا انوه عن صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي لكل مشاهدينا اللي لسه منضمين لينا او لسه شايفين برنامجنا وانضموا لنا من قريب. فاسمحوا لي اعرف حضراتكم بصفحتنا، من خلال صفحتنا مطبخ عظيمة بالعربي تقدروا انكم تبعتوا لنا طبعا اي كومنت. احنا من خلال الحلقة بنعمل اكتر من صنف، الاكتر من صنف دول بيتقطعوا كل صنف على حدة عشان نسهل على حضراتكم فكرة انكم تدخلوا تبحثوا عن الحاجة اللي انتم محتاجينها دون انكم تبقوا مضطرين تشوفوا الحلقة كاملة. كمان بناء على طلب بعض المشاهدين احنا محتاجين اللينك كامل للحلقة علشان في تهنئات من خلال برنامجنا او حتى اتصال من دكاترة مختصين، وبناء على طلب حضراتكم انكم تسمعوا ايه الاجوبة على اسئلتكم. فاحنا طبعا بنحافظ على ان يبقى في ارشاف ترجعوا ليه تشوفوا حاجتكم موجودة فيه من خلال اللينك الحلقة كامل. كمان السكرين شوت بناخدها من المقادير فقط علشان اللي حابب يشوف المقادير بس ما يبقاش محتاج ان احنا ندخله عشان يشوفها من خلال لينك جوه الفيديو. فبنحاول نسهل على حضراتكم، لكن انا ارجوكم تسهلوا عليا انا في جزئيه انه اللي يبعتلي على مطبخ عظيمه يا ريت ما يبعتش تاني على صفحتي الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي علشان اقدر ارد، ببقى هنا وهنا وهنا وعلى اكتر من بوست مش بلحق بجد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا في تعاون من خلال السوشيال ميديا من خلال قناه المحور مع بعض في خلال من صفحتي الشخصيه وصفحه مطبخ عظيمه، والطريقه اي حاجه فيها الطريقه مكتوبه هتلاقوها على صفحتي، ولو مش موجوده على مطبخ عظيمه فما تقلقوش ابعتوا وانا هقول لكم. بالنسبه للتطبيقات اللي حضراتكم بتحبوا تصوروها تبعتوها لي، يا ريت انا عامله بوست خاص بالتطبيقات الخاصه باصدقاء شيف عظيمه، ابعتوا لي عليه عشان اقدر احصر التطبيقات، ما يبقاش في حاجه انا ما شفتهاش واقدر اعرضها على طول ان شاء الله. طيب خلينا نقول بسم الله ونقول احنا هنعمل مينيو ايه النهارده. احنا حلقتنا يعني اتطلبت مننا الصوابع الدجاج المقرمشه او الدجاج المقرمش سواء فراخ كامله او صدور. طلب مننا كمان ان احنا نعمل الناجتس، بما اننا بقى هنعمل صدور فراخ فخلينا كمان نعمل الناجتس بيحبها الكبار والصغيرين. هنعمل ارز الريزو اللي هو بيتباع في احد الاماكن المجموعه الامريكانا بطريقه معينه، لكن كل اللي اقدر احصره فيه ان انا اقدر اكد لكم ان الصوص اللي موجود على التشيكن كريسبي او قطع الدجاج المربعات المقرمشه اللي بتلاقوها فوق الرز هما نوعين بس، وده انا عرفته من حد هاد جوه المطعم نفسه قال لي هو صوص الباربيكيو وصوص اللي هو الهوت صوص الصوص الحار فقط، ما بيحطوش حاجه تاني خلاص، عشان بس في ناس بتقول طب اجيب مجموعه صوصات تبقى غاليه وهي اصلا مش اللي بيحطوها، فعشان بس ايه ابقى حددت مع حضرتك ده اللي قدرت احدده. ايه بقى في الوصفه؟ احنا حاولنا نقرب لان في النهايه الباودر اللي بيجي يتحط على الفراخ دي عايزه اقول لحضراتكم انه بيتعمل في اكتر من مصنع، يعني كل مصنع بيعمل نوع معين من الباودر اللي في الاخر بيتجمع ويتحط منه بنسب على الريسبي على الحاجه دي، فيعني ده موضوع كبير جدا. احنا بنحاول نقرب بس للطعم بما اننا بنعمل حاجه بيتي وتحت المسمى اللي احنا بناكله بره. طيب خليني بقى اقول انا هبدا برز الريزو، هو عباره عن ايه مقاديره؟ عندي 3 كوبايات من الرز المصري، انا هعمله ببسمتي بس حضراتكم ممكن تعملوه بمصري عادي جدا. عندي نص كيلو من الصدور متقطعه مكعبات، صدور مخليه قطعتها مكعبات، وعندي 2 بيضه، وعندي بصل مفروم، ثوم مفروم، معلقه زيت زيتون ومعلقه زبده، ده يعني ممكن احمر فيهم التشيكن دي او الفراخ دي بعد ما تنزل في الدقيق. عندي 2 مكعب مرق دجاج او شوربه، يعني لو عندي مرق او مكعبات واحط ميه سخنه. 2 كوبايه من الدقيق، معلقتين كبار من الكركم، معلقه صغيره من الجنزبيل الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، معلقه صغيره توم باودر، ملح وفلفل، دول تحويجه الفراخ. طيب عندي زيت للقلي، وعندي باربيكيو صوص وصلصه حاره اللي هي الهوت صوص. تاني عندي 3 كوبايات من الرز سواء مصري او بسمتي اللي حضراتكم تحبوه، نص كيلو من الصدور الدجاج المخليه ولكن مقطعاها مكعبات، 2 بيضه، بصل مفروم، زيت زيتون، معلقه زبده، 2 مكعب مرق دجاج او كوبايتين من الشوربه، 2 كوبايه دقيق، 2 معلقه من الكركم، معلقه صغيره من الزنجبيل الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، معلقه صغيره من الثوم الباودر، ملح وفلفل، زيت للقل، وعندي الباربيكيو صوص والصلصه الحاره اللي هي الهوت صوص دي اللي بحطها في الاخر على الفراخ بعد ما تتحمر على الطبق من فوق.
طيب هنعمل ايه بقى؟ نقول بسم الله ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. اول حاجه هعملها ان انا هحط الرز على النار بالطريقه التقليديه اللطيفه مع شويه التوابل بتوعه، وبعدين نبدا نحوج الفراخ بتاعتنا ونبدا نقليها، وانا هجهز كمان الزيت اهو بالمر علشان يبقى جاهز ان احنا سخن عقبال ما ابدا احوج الفراخ كمان. هولع دي واولع اللي جوه كمان. بسم الله. خلاص انا هاخد هنا هعمل الرز. اول حاجه عندي زيت زيتون او زيت نباتي، انا احط زيت نباتي او ممكن معلقه زيت زيتون للي حابين ياكلوا اكل صحي. انا لو هعمله بزيت نباتي هضيف ممكن مكعب واحد من الزبده للطعم بس، اهو مكعب واحد هحطه هنا. وعندي البصل والثوم، هبدا بقى احط البصل المفروم. ممكن يبقى انعم من كده مبشور، مفيش مشكله ليه يعجبكم. وعندي ثوم، وعندي الكركم، وهاخد كده الرز والمكعبات الحلوه دي، وهنشوف بقى هنا. هبدا بقى اقلب كده تقليبه لطيفه. بسم الله. بسخن بقى هنا انا الزيت، ابعد بس البوله دي كده. اللي هبدأ اعمل فيه تشويحة الفراخ دلوقتي هجهز الرز. حطيت معلقتين من الزيت النباتي، حطيت عليهم معلقة مكعب واحد من الزبدة. عايزة بس اصفر البصلة، ما تنسوش رشة الملح والفلفل مع البصل. الملح بيساعد شوية ان البصل ينزل المية اللي فيه، يستوي اسرع وتصفر بسرعة، ويبقى برضو البصل اخد نكهة كويسة من التوابل. مش هحط كتير علشان انا هضيف مكعبات مرق. خلاص هعمل كده اشوحه تشويحه. اللي حابب يعمله صحي، الرز ده صحي بطريقه صحيه، هيعمل زيت زيتون، هيحط فيه البصله والثوم، هيستخدم بدل الرز البسمتي الابيض هيستخدم الاسمر الاصفر يعني الغامق. كل ما قشره، كل ما الرز يدخل يبقى افضل للقشره بتاعته، لونه لقشرته الطبيعيه، كل ما يبقى صحي اكتر، كل ما يبدا يدخل ان احنا نشيل من عليه القشره ونشيل من عليه ده، احنا كده بندخل في انه خلاص يبقى مش هيلثي. خلاص فهنعمله بنفس الطريقه بس الرز يبقى اصفر. طبعا الكركم من الحاجات برضو اللي احنا ممكن نكون ما بنستخدمهاش غير في حاجات معينه، بس هو مفيد جدا، مفيد جدا كمان في التخسيس. يعني في ناس اصلا بتاخد الكركم ده معلقه كركم على كوبايه ميه، معلقه صغيره على كوبايه ميه، بيساعد في الحرق كويس جدا. في ناس اصلا بس احنا دايما عايزين ندخله في الحاجات على الاقل اللي احنا بنحب طعمه فيها. هحط كده معلقه هنا اشوح الكركم ده مع البصل عشان تطلع النكهه بتاعته كده. ريحته بتطلع بيبقى اقوى، بيبقى كمان اهو الله ريحه روعه. خلاص وهبدا بقى اضيف هسخن بس ميه هنا في الكاتل عشان لما اضيف الميه تبقى لازم ميه سخنه. عايزاها تصفر بس شويه البصله. ممكن بقى اشوح البصل الرز ده. ها بسم الله. بصوا مع الرز مش عايزه لونه غامق، ما تكتروش الكركم، اكتر من معلقه هيغمق وهيبقى طعمه مش حلو. طيب عندي بقى هنا خليني احط رشه من الحبهان نصها، يعني رشه كده خفيفه لطعم الرز، وهاخد منها برضو على الفراخ مكعبين المرق هنا. احط بقى مكعبين المرق وبعدين هضيف عليهم الميه السخنه. اللي عايز يحط بصل باودر توم باودر يحط، بس انا بحب احطه طبيعي بصراحه يبقى طعمه احلى. خليني احط الميه سخنت. بسم الله. كل كوبايه من الرز البسمتي
عليها كوبايتين من الميه السخنه او الشوربه، كل كوبايه من الرز المصري عليها كوبايه ميه، وعلى حسب انواع الرز البسمتي في انواع بتاخد كوبايتين. وما تنسوش ان انا مش نقعاه، انا حطاه جاف، وقلنا ان نوع الرز كل ما يبقى كويس وشركه مضمونه ونوعه نظيف ما خافش منه، ما فيش مشكله خالص. ممكن انواع تاخد كوبايه ونص، وانواع تزيد تاخد الكوبايه الكوبايتين مي. خلاص كفايه كده، هقلبه بقى تقليبه عشان بس اطمن ان المكعبات دابت. خلاص، وبعدين اعمل ايه؟ اوطي بقى النار عشان هو خلاص الميه سخنه فبيغلي، هو بيعمل البابل زي. انا بقى عايزه اهدي عليه النار اهو. ها الريحه روعه، عايزه اقول لكم هو بيغلي كده ريحه الرز اصلا مع التوابل جميله. اقلب كويس عشان ما تبقاش فيه قطع من مكعبات المرق متراكمه في جزء من الرز، فتيجي بقى تحت بقكم كده تبقى مش لطيفه. خلاص اهو، خلاص خليني بقى اغطي عليها، وانا هديت النار. اهدى حاجه عشان دي النار الكبيره. خلاص هسيبه بقى كده، وتعالوا نبدا نعمل التتبيله بتاعه الفراخ المكعبات اللي احنا هنحمرها هنحطها على وش الرز. نعمل بقى طبق لطيف، خلي بقى الصوصات دي اخر حاجه. خليني الاول اجيب بوله وانشفها كويس. اوكي، وبعدين هحط فيها مكعبات الدجاج دي متقطعه، بصوا مكعبات صغنونه عشان تبقى سهله للي بياكل ياخد معلقه كده من الرز معاها مكعب الفراخ دي، سهل عليه. هحط بقى ادي الثوم الباودر، البصل الباودر، والحبهان اللي اتفقنا عليه. بنكه بقى الفراخ نفسها، لازم يبقى ليها نكهه حلوه. خلاص عندي ملح وفلفل، خليني احط هنا ادي فلفل وادي ملح. ممكن لو عندي بابريكا احط، انا اخد شويه من البابريكا دي هنا احط هنا عشان بس ايه الطعم يبقى مدعم وحلو كده. فلفل، فصين، فص توم واحد. معلش انا بحب دايما احط الفريش، ما اعرفش انا يمكن انا اللي بحب قوي الحاجه تبقى ناتشرال اكتر، طبيعيه. لكن ليه بقى انا ما حبيتش ان انا احط له بقى بيضايه واحده اكسرها، خليني اكسرها هنا. بسم الله، ليه بكسرها بره؟ بس علشان اضمن انها سليمه ما تبقاش لا قدر الله بايظه واحطها على الخليط وابقى ندمت بقى. رشه ملح وفلفل، ممكن انقل ده هنا عشان حاسه ان النار دي عاليه قوي، مش عايزه الرز ينشف. خلاص طيب انا قلبت هنا، هاخد بقى كده قلبت البيضه هضيفها على المكعبات الدجاج دي واقلبها كده تقليبه حاجه بسيطه يعني. وبعدين عندي بقى امكانيه ان انا اعمل الصدور دي اما في دقيق، والدقيق ده انا ممكن انكهه برده بملح وفلفل وشويه توم باودر وبصل باودر، او اخلطه مع شويه شوفان. انا الحقيقه عايزاها تبقى طبيعيه، هعملها بالدقيق. الشوفان انا هخلطه في حاجه تانية وهوريها برده لحضراتكم، هتلاقوها مختلفة. أنا هحط بس الدقيق هنا، خليهم هنا اهو. أعمل ايه بس؟ أخد شوية من البصل الباودر هنا كده، أنكه الدقيق كمان بيفرق قوي اهو، والثوم الباودر، ورشة من البابريكا على الدقيق. حطيت ثوم باودر، بصل باودر، رشة من الملح والفلفل والبابريكا، هقلبهم كده مع بعض. وهبدا اخد بقى الدجاج ده بالواحده كده اهو كده، كام واحده بس علشان اغطسهم في الدقيق واحمرهم، وبعدين نشوف هنعمل ايه.
دي برضو من الحاجات اللطيفة، أطباق سهلة وبسيطة ممكن ما تاخدش وقت، يعني أقصد من الحاجات السريعة برضو، تعد من الوجبات السريعة يعني. طيب عايز أقول لكم ريحة الرز حلوة قوي، يعني وصلاني لهنا. أولا بقى أهم حاجة التوابل، ما بلاش بقى التوابل اللي تتركن فترات طويلة، نخلينا دايما نراعي موضوع إن احنا ممكن نجيب كميات صغيرة بس تبقى فريش، وده أفضل. ولو في زيادة واحنا مالينا العلب الخاصة بالتوابل دي ممكن نشيل باقي في الفريزر، مش هيجرى حاجة، بس هيفرق قوي. يعني أحيانا كده الواحد بيطلع توابل يحس إنها ملهاش نكهة وريحة، ما هو ده برضو مش صح، مش حلو يعني. طيب كده بفرفطهم كده، ممكن اخدهم في كيس واعملهم كلهم، بس انا حبيت اعملها بالطريقه التقليديه عشان كلنا هنعمل كده اهو. خليني ادخل دول في التحمير الاول ونشوف الباقي هنعمل فيه اهو كده. اخد بس الطبق هناك وابدا بقى ايه أهو. في الزيت تاخد بس اللون الذهبي، وهي متقطعه صغير فان شاء الله تستوي على طول. ده لو هنعمل فرخه كامله في الدجاج المقرمش، خلينا نقطع الفرخه دي، او الراجل لو احنا بنشتريه نقول له قطعها لنا على 8 قطع 8، ويا ريت ليا رجاء ما نجيبش فراخ كبيره، هي الفرخه زي الفروج الصغير 900 جرام كيلو ماكسيمم، لكن اكتر من كده حرام، هتتلون معاكي غصب عننا ومش هتبقى استوت من جوه. وفي ناس كمان خلينا نقول لو احنا، طب مش عايزه اسوي ده في الزيت عشان حبايبنا، في ناس مرضى سكر مش بيقدروا التحمير ده، مش حلو علشانهم. فخليني اقول ان احنا ممكن ما نعملهاش في الدقيق الابيض، نعملها في الشوفان، الشوفان او الدقيق الاسمر مع شوفان، واخدها زي ما هي بعد ما خدتها من البيض اعملها في الشوفان والدقيق الاسمر، اخدها على ورق زبده، اعمل عارفين ايه زي ما بيقولوا من غير حتى رشه زيت اصلا، مش عايزين زيت اساسا، هي مع ورق الزبده نفسه بالكوتنج اللي عليها ده هتطلع مستويه في الفرن 180 على الشبكه، هحطها كل واحده كده في جنب هتطلع مستويه 100% وخفيفه جدا جدا جدا. فبرضو انا حابه اقول الطريقه للي مش هيعملها بالطريقه العاديه، عشان برضو ايه يعني انتوا برضو فوق راسنا، وانا شايفه ان احنا لازم نهتم، اللي حابب يحافظ على نظام صحي، واللي كمان عنده ظرف صحي ومش هيقدر يتعامل معانا بالطريقه دي، وعلى فكره تبقى صحيه اكتر وافضل وخفيفه جدا. طيب خليني اقلع بس الجلاف ده عشان اعرف اتعامل، نشوف كده حاجه نطلع بيها الفراخ اللطيفه دي، اقلبها بس تقليبه كده هنا. اعلي بقى النار هنا عشان دي العين الكبيره العاليه، دي هاديه شويه، خليني احطهم هنا كده يبداوا بقى ياخدوا اللون الاحمر ده. جيب تيشو كده مناديل مطبخ طلع عليها، وبعدين يكون طلع الرز. شوف هنكمل الطبق بتاعنا ازاي. نمسح بس الطبق هنا عشان ما يبقاش فيه ميه. اوكي حط كده، هطلع فيها الفراخ اهي تبدا تتحمر، المهم تبقى النار عاليه. بص على الرز هيبدا يتشرب، ممكن اقلبه بشوكه بس. ده الرز، انتوا معايا يا ولاد؟ اوكي اهو لسه شويه، اسيبه بقى على البخار شويه بس على نار هاديه. اللون بتاعه كمان مناسب، انا شايفه ان اللون ده المصفر الفاتح ده مناسب جدا. حط دي هنا، شيل دي بقى خلاص، وممكن انضف مكاني هنا لحد ما الفراخ بتبدا تتحمر. انا هعمل ايه بقى؟ ممكن لو حابين ندخل على الوصفه الثانيه انا ما عنديش مشكله، بس انا رايي اخلص الطبق ده عشان نبقى خلصناه.
نشيل بقى الاطباق الزياده. اوكي نقلب بقى كده الفراخ الصغنونه اللي احنا قطعناها. خلينا نقول تاني احنا عملنا ايه. انا بعمل الرز الريزو اللي هو زي بيتباع في احد الاماكن المجموعه امريكانا اللي احنا بنحب ناكل فيه. هعمل ايه؟ جبت الرز، طبعا ممكن يبقى رز مصري او رز بسمتي، نزلنا اهي المقادير. عندي 3 كوبايات من الرز المصري، عندي معايا بصل مفروم، ثوم مفروم، زيت زيتون ومعلقه زبده. ده لو انا هحطه في معاه زيت زيتون ممكن اطعمه بزبده، او ممكن احط زيت زيتون بس او زيت نباتي بس مفيش مشكله. وعندي كمان مكعبين من مرق الدجاج او كوبايتين من المرق هسقي بيهم. عندي 2 بيضه، وعندي 2 كوبايه من الدقيق، وعندي طبعا ملح وفلفل، عندي بصل باودر وتوم باودر، ولو ممكن تضيفوا بابريكا، عندي زيت للقلي، وعندي اللي هي ايه؟ اللي هي الجنزبيل والكركم. الجنزبيل والكركم طبعا بيبقى حلو قوي الجنزبيل ده مع الفراخ، مش قادره اقول لكم بيمشي مع الفراخ جدا سواء فريش او غير فريش، يعني فريش او باودر. الباودر بس في فكره المشروبات ان احنا نشرب جنزبيل بيبقى حامي شويه، عشان هو بيبقى خلاص ده الخلاصه بتاعت الجنزبيل، وتجفف، فما بيتجفف بيبقى النكهه بتاعته حد اكتر غير الفريش. حتى جربوا كده القرفه العود والقرفه الباودر، تلاقوا ان طعم القرفه الباودر اقوى حد، لو زاد عن يعني نسبه معينه تمرر وتبقى قويه قوي تحرق. اهو حاول بس احمر ده يبقى لونه ذهبي حلو كده عن كده شويه. كل اللي انا عملته خدت حطيت معلقه الزيت سواء نباتي او زيتون بس او زيتون مع زبده، حطيت بصلايه مفرومه، حطيت الثوم المفروم، شوحتهم مع بعض، نزلت رشه من الملح ورشه من الفلفل، حطيت معلقه كبيره من الكركم، حمصتها مع البصل وهو بتصفر البصله شويه، وبعدين رحت منزله الرز قلبته فيها مع بعض، اضفت مكعبين المرق، اضفت الزنجبيل الباودر، اضفت رشه من الملح، وحطيت يعني قلبت كل الحاجات مع بعض، حطيت ميه سخنه من الكتل على الرز مباشره، وسبته بقى يتشرب. اول ما بدا يغلي رحت مهديه النار خالص وسايباه على النار. انا هنا عملته برز بسمتي، حضراتكم تقدروا تعملوه برز مصري او بسمتي ترجع لكم. قلنا لو صحي هعمل برز بسمتي اصفر، مش هستخدم الرز الابيض خالص، هعمل بزيت زيتون فقط. الناس اللي عندها مشكله في حته الزيت والقلي ما نعملش زيت وقلي، ناخده بس بدل الدقيق، نحط بدل الدقيق نسبه من الشوفان، ونحط معاه دقيق اسمر، نخلطهم مع بعض، وممكن نجرش الشوفان شويه في الكبه او مطحون مجروش سنه، وانزل بعد البيضه دي اللي حطيت عليها ملح وفلفل، وحطيت التوابل بتاعتي على الفراخ اللي هي المكعبات الصغيره دي، حطيت بصل باودر وتوم باودر وبابريكا ورشه ملح وفلفل، اقدر وحطيت عليهم بيضه، اقدر اخدهم واحطهم على طول في الشوفان والدقيق الاسمر، واحطهم على ورق زبده في صاج وادخله الفرن، ويسوي جدا ويطلع رائع وممتاز وافيد من القلي. يعني لو قدرنا نعمل وصفات دي ان شاء الله نعمل حاجات ما فيهاش قلي، بس انا حبيت عشان هي المسمى بتاع الاكله. هم بيعملوا كله على الفراير، كله بينزل فراير. عايزه اقول لكم ان احنا البرجر اللي بناكله بره في المحلات بينزل فراير، عمره ما بيتعمل على الجريل. في اماكن معينه اللي بتمشي بقى بالوزن، اللي هي بتبقى البرجر انا عايزاه بالوزن، يعني عايزه 100 جرام 250 جرام 200 جرام البرجرايه، يعني دول بيستخدموا الجريل. لكن اي محلات فاست فود عارفينها مجموعه امريكانا دي كله فراير، ينزل في الفراير. طيب خلينا بقى ايه، انا خلاص باقي لي حاجه بسيطه، الرز خلاص قرب يعني في النهائيات على البخار، انا هديت النار عليه خالص، عايزه بس الدجاج ده يبقى ذهبي اهو، قلبه كده بس يديني اللون الذهبي الحلو المقرمش، عايزاه يتقرمش يعني. وبعدين نعمل قالب الرز اللطيف ده ونقدم اول طبق لينا الرز الريزو. واحنا قلنا بقى ان الرز الريزو ده يعني ايه، التوابل بتاعتهم دي بتيجي من اماكن كتيره، 7 مصانع، كل مصنع بيطلع ريسبي، يعني واحد بس نوع من التوابل دي. الحاجه الوحيده اللي قدروا يقولوها لي، او يعني عشان حد صديق لينا وحد محترم، قلت له الصوص طبعا اللي بيتحط فوق على الدجاج، قال لي باربيكيو صوص وهوت صوص بس، مفيش اورشستر شاير صوص، مفيش هما دول بس.
طب ما ينفعش بقى يتقال حاجه تانية انه اصلا ما يعرفش هي الحاجه دي بتجيله مقفله وهما اللي بيتحط بنسب فعلا. يعني لو هنعمل دجاج بقى المقرمش احنا ندخل دلوقتي على اصابع الدجاج نعملها بالصدور عشان تبقى سهله في القلي. لكن عايزه اقول لكم ان لو عملنا دجاج يا ريت ننقي الدجاج الصغير الفروج الصغير اللي هو لا يزيد عن من 900 الكيلو عشان تتقطع 8 قطع تبقى القطع برضو لا باس بها حلوه وفي نفس الوقت تستوي معانا بسرعه. اوكي انا خلاص قربت اطلع ده بس انا مدياله اللون كده يبقى ليه لون ذهبي جولدن كده روعه خلاص. و بص بص على الرز كده بالشوكه تشك عليه بالشوكه تقريبا هو خلاص انا سايباه بس على البخار وهو بيبقى كده شويه استكي انتوا بتاكلوه تحسوا ان هو استكي انا بحاول ان انا ما اعملوش يعني ايه مفلفل. احنا ممكن نعمله برياني مفلفل نعمله في المدردره مفلفل نعمله في حاجات كده بيبقى ليها اكلات لازم الرز يبقى فيها مفلفل فعلا. خلاص انا تقريبا الرز يعتبر مطفي عليه وشغال على البخار بس وانا خلاص هطلع هنا الدجاج وممكن دول كفايه نعمل منهم طبق لطيف ونشوف بقى الوصفه اللي بعد كده ان شاء الله. خلاص مش هتغر في اللون خلوا بالكم اللون ده بعد ما بيقعد شويه وبطلعه بيغمق عن كده لانه لسه في حاجه اسمها ما بعد التحمير اللي هي درجه الحراره بقى بتاعه الفراخ نفسها فاعتقد كده لونه كويس قوي ريحته كمان حلوه التوابل اللطيفه البصل الباودر والثوم والبابريكا اسفه. الاهم بقى لما نكون بنعمل حاجه زيت وخلاص هنسيب البوتاجاز ونطلع من المطبخ يعني ايه ساعات الولاد كده بيدخلوا ياخدوا ايد البتاع في ايديهم فانا بروح على طول الامن ادخلها على البوتاجاز من جوه. نعم حاضر كده خليني بقى ابدا اجهز القالب بتاع الرز ممكن مثلا نعمله في القالب ده نعمله في القالب ده خليني اجيب الطبق ده بسم الله واخد ملعقه ملعقه بسم الله هبدا بقى كده اكبس بس كويس عشان اعمل شكل الفريم بتاع الطبق بس عشان بيسخن خليني احطه هنا أمنا الأول وبعدين نقلب بسم الله اهو حط طبقة وأكبس السخونية دي اللي تخليه ياخد الشيب ويمسك في إنه واخد الشكل ده ريحة حلوة قوي بحاول أغريكم بأي طريقة كده ممكن اللي عايز يعمل طبقات جوه من التشيكن بقى اللي حابب بقى يعمل جوه وبره يعني على الوش ومن جوه كمان في طبقه ويحط الصوص يبقى روعه برده يعني ابتكروا بقى الحركات دي بتبقى محتاجه كل واحد ودماغه وانا بسعد الحقيقه بالتطبيقات بتاعت حضراتكم مش قادره اقول لكم بيبقى افكار رائعه والحاجات جميله وفكره بقى ان احنا نحط مفرش حلو بقول الله دي يعني حاجه حلوه ونقدم في طبق شكله عامل ازاي ونحط ايه ورا الترابيزه يعني الحاجات دي يعني بتفرق معايا قوي لما بشوف حضراتكم بعتبها بسعد بيها جدا بجد كده خلاص اعتقد كده كفايه خليني بقى ايه اقفل كده واشيل خلي ده هنا كده زيه واحده اشيل بس دي هنا انا بقى ايه بس انضف الطبق عشان ابدا اقلبه خليني احط الطبق هنا بسم الله بس المنديل عشان سخن قوي القالب من تحت حضرتك احنا ناكلها وهي ولع حضرتك طيب انا بقى اشيل دي كده عشان ايه هنا حاضر اوكي كده هنا حاضر انا بس لسه هركب الطبق
اركب. بصوا بقى احنا هنا عقبال بس ما ده يمسك في نفسه كده شويه ياخد الشيب عشان ما يفرفطش اول ما اشيل انه بيبقى سخن، اسيبه بس شويه كده. عندي باربيكيو صوص، عندي منه معلقتين عليهم معلقتين من الهوت صوص، هخلطهم على بعض عشان يبقى هو ده الصوص اللي انا هستخدمه فيه فوق الفراخ. اهو هحط الهوت صوص عشان هو الاخف، وهقلبه كده مع الباربيكيو صوص. بيتباعوا جاهزين في السوبر ماركت ومش غاليين. واسالوني على الماركه اقول لكم ان في كذا ماركه، في ماركات غاليه وطعمها مش حلو. اهو يبقى لونه كده، مش انتوا تلاقوه لونه اهو ده بالظبط حركات. ناخد بقى الايه التشيكن كده بقى، بسم الله يعني نجحت المهمه الحمد لله. نبدا بقى ناخد نرص كده. وبعدين هنا دول دخلوا لوحدهم عارفين طريقهم. اوكي تعالوا بقى نشيل ده. ناخد بقى من الصوص ده بسم الله. على الفراخ وهنا كمان. مي عملي هارت بايديها حبيبتي مي علشان ايه عاجبها جدا الموضوع. والله يا ميوسة ما عنديش اغلى منك يا ميوسة والله. وعشان يا طنط مامة مي تعرفي ان احنا بنغذي مي والله، هي انا ما بترضاش تاكل حاجات كتير بس يعني ايه احنا مش هنستخسر فيها ابدا انها تدوق حاجة هي بتحبها. كده اوكي هحطه هنا كده. وكده احنا عملنا اول وصفه معانا النهارده وهي الارز الريزو. اسمحوا لي قبل ما ابدا اعمل اي وصفه ثانيه هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي وصفاتنا. فاصل وفي انتظار حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا مره تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا عملنا ارز الريزو وعملنا معاه قطع الدجاج بالمقرمشه وعليه صوص الباربيكيو صوص والهوت صوص الصوص الحار صلصه الحاره، ودول اللي اتفقنا واكدنا ان دول اللي بيتقدموا عليه بره مكان ما بنشتريه ما بيحطوش حاجات تانية. طيب خليني بقى اقول حاجه، احنا دلوقتي هنعمل اصابع الدجاج المقرمشه اللي بناء عليها نقدر لو فرخه زي ما اتفقنا من حدود 900 جرام يعني كيلو ماكسيموم نقطعها 8 قطع نعملها بنفس الطريقه. خلاص هي انا بصوا عامله بس الايه الاصابع كده يعني الصدور جت كامله كده. بصوا حضراتكم انا بجيبها كده ما بقطعهاش، وانا اللي بقطعها عندي عشان تبقى تخينه يعني طخطوخه وحلوه كده. خلاص فانا بجيبها كامله اسمها صدور سليمه او كامله. انا عمري ما بخلي حد يقطع لي البانيه، انا لازم اللي اقطعه بايدي في البيت لانه بيتفرد وبيبقى شكله حلو، مش بيقطعوه قليل قوي وضعيف ويبقى فيه حتت كده بتتفتفت، في ناس تاني بتعاني من الموضوع ده قوي.
لو مكان نظيف لازم اغمز الراجل كده اللي فيه النصيب عشان ايه يعمل لي الحاجه تمام يعني، غير كده لا. طيب حطيت اصابع الدجاج بعد ما هي ناشفه ونظيفه، هحط بس معلقه خل خلاص فيها بس كده او عصير ليمون. هحط التوابل بقى، بصل باودر، ننزل بالمقادير يلا اتفضل يلا، وتوم باودر. المقادير عندي اصابع الدجاج المقرمشه هي عباره عن كيلو من الصدور المخليه او فرخه كيلو متقطعه 8 قطع، ملح وخل وفلفل، كوبايتين زيت نباتي دول للتحمير، كوبايتين دقيق، ملح وفلفل، معلقتين كبار من الثوم الباودر، بصل باودر، معلقه كبيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره من الحبهان المطحون، عندي كوبايه لبن دافي، عندي بيضه، عندي ربع معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره سماء، وورق زبده ده لو هدخلها الفرن. خلاص نقول تاني، كيلو صدور مخليه، عندي ملح وخل يعني معلقه خل وملح وفلفل، كوبايتين زيت دول للتحمير، كوبايتين من الدقيق، ملح وفلفل، معلقتين كبار من البصل الباودر، معلقتين كبار من الثوم الباودر، معلقه كبيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره كمون، عندي معلقه صغيره سم ماء، وعندي 2 كوب لبن دافي وبيضه. بصوا بقى تعالوا نرجع اقول لكم بقى هنعمل ايه. على مهلكم، على راحتكم خالص، على راحتكم، على راحتكم. طيب انا هنا جبت الصدور، قلنا الصدور كامله، انا اللي قطعتها صوابع او حتى هتخلوا الراجل يقطعها لكم براحتكم خالص، الحاجه اللي انتم حابينها. حطيت الاول الثوم الباودر والبصل الباودر، وادي اسفل الحبهان، وحطيت معلقه خل في الاول، وادي السماء، السماء كده بيديها نكهه ولون روعه. خلاص، وعندي بابريكا اهو، وهحط دلوقتي ملح وفلفل. اين الملح؟ بسم الله. لو عندكم زبادي ممكن تتنقع في زبادي، عندنا لبن رايب هحطها في كوبايه لبن رايب، هتبقى مش قادره اقول لكم غير عاديه. حتى الباني استخدمه معاه الزبادي. انا هنعمل الباني مع بعض ان شاء الله باذن الله، ونعمله بطريقه تتبيله سهله وموجوده في كل بيت عشان بس ايه ما تحتروش، ويبقى برضو ليها نكهه حلوه. طيب هحط هنا البيضه، خليني اكسرها هنا اشوف الاول اخبارها ايه. بسم الله. تمام، رشه ملح وفلفل عليها عشان الزفاره. اوكي، و طيب اوكي مفيش شوكه، هاخدها كده اهي كده هنا على كده. واللبن بقى، خليط اللبن سواء لبن رايب او لبن دافي، بس اهو اهي. هسيبها بقى الفرخه الكبيره اللي بعظم اللي اتفقنا هناخدها في حدود 900 لكيلو متقطعه تمام، تتنقع في اللبن الدافي ده. انا عملت بس الوصفه عشان انا عارفه ان حضراتكم ممكن تحبوا تستخدموها في الفراخ مش في الصدور، بس انا ممكن في الصدور استغنى عن خطوه اللبن دي، لكن انا عملتها علشان اللي حابب يعمل فرخه كامله لا تتنقع في اللبن الدافي. خلاص، مع الحاجات اللي احنا حطيناها، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، نص معلقه من السماء، نص معلقه من الحبهان المطحون، تتنقع شويه في الثلاجه في الخليط الحلو ده، وبعدين ابدا اخدها. هعملها بطريقتين، اما اني هنزلها في الدقيق بس هنكه الدقيق زي ما اتفقنا، او اصدقائنا اللي يعني عايزين يعملوا اكل صحي مش هنزل في دقيق ابيض، هنزل في شوفان على طول. هعمل ميكس بين الشوفان والدقيق الابيض لو عايزين، او هلغي الدقيق الابيض خالص واحط في شوفان ودقيق اسمر، هيبقى ممتاز. طيب انا مش عايزه اقليها، مش مهم خالص، ورقه زبده بعد ما انزلها في الخليط بتاع الشوفان والدقيق الاسمر هرص على ورق الزبده، هدخلها الفرن 180 في الشبكه في النص، تاخد لها 20 ل 25 دي لو اصابع الدجاج. لكن الفراخ عايزين تعملوها كده اعملوها. طيب ممكن ننزلها نعملها اسفف بنفس الطريقه في الفرن، بس لازم تكون حجمها صغير. انا مجهزه قبل منزلاها في البريدنج عشان ما ناخدش وقت. دي اول حاجه، ادي اصابع الدجاج وانا عملتها في الشوفان، هوري حضراتكم اهي. بصوا اقدر ادخلها واعملها في الفرن واقدر احمرها على طول، اعتقد ان الزيت عندي سخن اهو، هتبقى رائعه مع صوص بقى مستردة، كاتشب،
يعني بصوا اهو، دي صوابع، دي شوفان، انا غلفتها بالشوفان اهو، هنا على اهي، انا عملت بالشوفان هنا، خلطت شويه بسيطه من الدي الابيض مع الشوفان علشان ايه اديها بس تبقى يعني دخلت في الهيلثي. ممكن الغي الدي الابيض خالص واستخدم اسمر عادي جدا، احنا برضو ايه بقول بكل الطرق علشان نبقى تمام اهو كده. طبعا بعمل ايه بقى بعد ما بنزلها في البريدنج؟ ادخلها الثلاجه وهي كده في الطبق، ارصها كويس، لو انا عامله كميه احط بينهم فواصل ورق ثلاجه يعني كيس ثلاجه، واحطها جوه الثلاجه تمسك وتتماسك قبل التحمير على الاقل بثلث ساعه علشان تبقى ماسكه نفسها في الزيت وتطلع كده ايه يعني الواحده بوحدتها ومقرمشه ولطيفه. طيب احنا كده قدامنا قد ايه يا ولاد؟ طيب ممكن نعمل بسرعه الناجتس، ايه رايكم؟ انا هضربها في الكبه، انا مجهزه قبل على التحمير، بس انا عايزه اقول لهم الخليط بتاع الناجتس، ايه رايكم نعملها؟ طيب ننزل بمقادير الناجتس بعد اذنكم. الناجتس عندي كيلو من الصدور المخليه، خل وزعتر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه اتنين بيكنج باودر، هي معلقه واحده بس، بصل مفروم، الغوا المكرره دي، اتنين معلقه كبيره نشا الذره اللي هو كورن فلاور، وعندي عندي كمان معلقه صغيره من الكركم، ملح وفلفل، كوبايه من الزبادي، اتنين بيضه او بيضه واحده، كوبايه من البطاطس المسلوقه والمهروسه، ربع كوبايه من الشوفان، ربع كوبايه من البقسماط، كوبايتين دقيق، لا خليهم ربع كوبايه من الدقيق، يبقوا ثلاث ارباع مقسمين بين ربع دقيق ابيض، ربع شوفان، ربع بقسماط. عندي كاتشب ومايونيز، بطاطس محمره تتقدم جنبها، عندي اشكال البسكوت اللطيفه بتاعت القلوب والنجوم اللي بيحبوها الاطفال لو عايز اعملها لاولادي، وعندي اكياس ثلاجه عشان اخزن فيها. طيب هبدا اعمل ايه؟ انا اهو خلوا المقادير شويه اصدقائنا يشوفوها، انا بقطع بس الفراخ كده، افصل الصدر لحد عشان لما ادخله الكبه ما ياخدش معايا وقت في انه يعني يتخلط جامد. هنعمل كده الخليط شويه منه كده اوكي، هدخل بقى في الكبه عشان بس السكينه بتاعت الكبه يعني ما تبوظش. خلينا هنا بسم الله كده، نزل بقى ال هنا بسم الله ده، وبعدين هاخد بقى التوابل اللي عندي. عندي الاول بصل، عندي خلي بقى المسترد هنا، هاخد التوابل الاول الزعتر، وعندي الخل اهو شويه الخل، وعندي ادي الزعتر كمان، كل بقى التوابل اللي احنا حابين نحطها، رشه من الكركم خفيفه كده، وهسيب شويه للبقسماط والدقيق اللي انا هعمله ميكس، الزبادي والنشا والبيكنج باودر، ادي النشا، معلقه من الزبادي، تطري بس اللحمه دي انا بس عشان قللت الكميه، وعندي البيكنج باودر والبطاطسايه المهروسه. ايه مكان البطاطسايه المهروسه؟ ممكن يبقى دقيق رز، ممكن يبقى بقسماط، ممكن يبقى شوفان، بس انا مش حابه ان انتوا تعملوا الشوفان جوه الا اذا طحنتوه قوي بالطحانه. خليني كده ادور ده بس بعد ما احط الاول ملح وفلفل عشان ابقى انا حطيت التوابل كلها كده. وادي الفلفل، ندور بقى الخليط ده كده مع بعض ونقول هنعمل فيه ايه. بسم الله، طب كده بسم الله، عشان الصوت بس خايفه اكون مزعجه. ربنا يخليك يا رب. طيب انا اهو حطيت بس اخر حاجه، بس ادور ايه، معلقتين بصل كده صغننين هنا، ممكن احطه باودر عادي بس انا احطه في الاخر كده. يبقى انا حطيت ايه،
اشوف بقى الخليط كده. انا حطيت الفراخ، حطيت عليها التوابل، بصوا الخليط لزج. ده بقى لازم يحصل فيه ايه؟ لازم يدخل التلاجة. فلما يدخل التلاجة في بولة ويسقع لمدة ساعة قبل ما ابدأ اشتغل فيه، بالذات الناجتس، لقيته لسه طري سنة، انا كده كده هفرده على بقسماط او على دقيق، فما تقلقوش خالص. اللزوجة دي او اللي هتبدأ تلزق دي هتروح خالص، هتختفي وهتبقى طبيعية جدا. التوابل بس تخلي الواحد عايز يعبس. طيب خليني بقى ايه اقول لكم احنا هنعمل ايه. انا هاخد شويه من الخليط ده، صوريكم شكلها الاول، واجيب بوله ثانيه، هنعتبر ان هي تماسكت يعني، واوريكم بالتقريب كده هنعملها ازاي. هفردها طبعا على دقيق وعلى بقسماط مثلا يعني، عشان بس اوريكم. اعتبروا انها جمدت، اعتبروا ان دي جمد. اللي عايز بقى يحط زعتر فريش، يحط عود مثلا من البقدونس بس ناعم قوي، مفيش مشكله، الحاجه دي ترجع ليكو. انا بس عايزه اقول لكو، هاخد سباتيلا دي اخبارها ايه في التحمير، شيل دي هنا، بسم الله. دي اصابع الدجاج، بصوا بقى بدات لسه هي تدي لون، بصوا واحده الواحده بوحدتها ماسكه نفسها، اصابع الدجاج المقرمشه. تقدم بقى مع شويه بانفريت، ممكن نشوي البطاطس في الفرن، يا احلى بطاطس تاكلوها والله العظيم، اللي تتقطع تبقى نظيفه جدا، قشرتها نظيفه، سواء بتاعتنا الطبيعيه او اللي هي الحمراء، لو لقيتوها في السوبر ماركت الحمراء اللي قشرتها حمراء جيبوها وقطعوها اربع ارباع، حطوها على ورق زبده، رشه زيت زيتون، رشه زعتر، رشه روزماري، ملح وفلفل، دخلوها الفرن وقلبوها كده بس مع بعض وكلوا البطاطس، روعه. خلاص انا هاخد بس القطعه كده، عايزه اوريكم احنا هنعمل ايه. يعني مثلا انا عندي شويه بقسماط اهو، معلقه دقيق عليهم كده، هتطلع بقى هي جامده ماسكه نفسها يعني، بس عايزه اوريكم الشكل العام، بس هي لزجه قوي، كان المفروض ان انا اسقع شويه، احط لها طب شويه دقيق جوه، عايزه اوريكم دي يعني كده. لا مثلا يعني كمان واخد مثلا، هفرد كده احط عليها من فوق وابدا اشكل بالاشكال. اهم حاجه كده كده كده، واخد الشكل اللي انا عايزاه اهو اهي. بس ده خلوا بالكم الخليط ده طري، يعني الخليط ده طري المفروض يجمد في التلاجة وتبقى كده. شكل تاني، تحتها رشه من البقسماط وفوقها، واهي اعمل شكل القلب. اولا هتساعدني ان الشيب الشكل يعني يبقى مظبوط جدا 100%. اخدها بقى على طبق عليه رشه بقسماط وحركات زي كده، بصوا هتطلع شكلها زي دي بالظبط. اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه، تحتها بقى شويه بقسماط وحركات عشان بس تفضل ماسكه نفسها، وحطها في التلاجه قبل التحمير، اهم حاجه تبقى متماسكه وسهله وبسيطه، ما عملناش فيها يعني حاجه خزعبليه يعني. طيب اخد كده الاصابع المقرمشه، خليني اطلع هنا عشان ابقى اقدمها على طول، ونحط شويه ناجتس في الدقيقتين اللي باقيين دول بعد اذنك يا استاذ حسام، ممكن عشان بس نبقى طلعنا الناجتس كمان. الاصابع المقرمشه يعني ده تقرمش خلاص كده، ومن جوه استوت، واتفقنا خلاص على التسويه سواء في الزيت او التسويه في الفرن. عايزين تعملوها حاجه اصغر من كده، بس هي بصوا خد الكوتنج زاد حجمه بقى يعني ما شاء الله يعني. اوكي كده، خليني بس احط شويه من الناجتس دي عشان نبقى طلعناها بالمره، عشان اصدقائنا واطفالنا الحلوين الصغيرين ما يزعلوش مننا، ودي ما بتاخدش وقت. بصوا بقى الاشكال، القلوب، النجوم، على فكره هم يقدروا يشاركوكوا كمان فيها، تبقى جميله قوي، تبقى حلوه، بيحبوا يشاركوا هم قوي في الحاجات دي، سواء العجاين. أولادي يقعدوا يقولوا لي مامي تعملي عجينة بيتزا،
فين العجينه بتاعتي؟ اقول لها اه تمام، اروح اقطع على طول من العجينه حته. اتفضلي يا حبيبتي اشتغلي. تشتغل بقى تلعب هي بيها وتعملها. وبعدين بدات اقول لها بقى يلا هندقها من ايديكي. ف تمام اوكي. ف اقول لها اوكي. فبدات اعمل ايه بقى؟ اقول لها طيب ايه رايك تعملي انت بتاعتك ونشوف بتاعتك احلى ولا بتاعتي؟ فتقولي اوكي. اوكي نتفق. فهي تبدا تبدع بقى. فاقول لها لا لازم تعملي كذا، تبدا اقربها شويه للشكل اللي انا عايزاها تبقى يطلع شكله حلو. فتقول لي كده اوكي. اقول لها اوكي جدا كده حلوه قوي، خلاص نسويها بقى قدام الناس دي بتاعت فلانه. تتبسط يتبسطوا قوي هما من الحاجات دي. هي اللي عامله دي، الله دي شكلها حلو، نقول مقادير الناجتس تاني. يلا يا اولاد مقادير الناجتس، الدجاج علشان ايه اصدقائنا اللي لسه منضمين لينا مثلا وما شافوهاش. عندنا كيلو من الصدور الدجاج، كيلو من صدور الدجاج. عندنا خل وزعتر، عندنا معلقه كبيره من بيكنج باودر، بصل مفروم حاجه بسيطه، معلقتين من البصل بس المفروم، 2 معلقه كبيره من نشا الذره، عندي كوبايه زبادي، ممكن معلقتين زبادي على الكيلو يعني، ملح وفلفل، معلقه صغيره من الكركم، 2 بيضه، كوبايه بطاطس مهروسه ومسلوقه، ربع كوبايه من الشوفان، وربع كوبايه من الدقيق، وربع كوبايه من البقسماط. دول بعملهم ميكس عشان افرد عليهم الناجتس واظبطها. عندي بقى بقدمها مع كاتشب، مع مايونيز، بطاطس محمره، شيبسي. اشكال البسكوت دي مهمه عشان بتدي شكل حلو للولاد بيتبسطوا بيه قوي. وعندي اكياس ثلاجه في حاله ان انا عايزه اخزن منها شويه. بصوا هي اتحمرت على طول. بصوا الناجتس بقى وجمالها. وناجتس عاملينها في البيت والله جميله ونظيفه. بصوا اهي شايفين، خلاص اشكال بقى لطيفه والولاد يعيشوا الحياه. على فكره كنت حطيت الباقي والله يا استاذ حسين كده. بصوا اعملوا بقى دي في الثلاجه يعني في الفريزر وبينهم فواصل، وخدوا منها من الفريزر على التحمير، ما تسيبوهاش تفك ابدا. يعني هناخدها من الفريزر على التحمير على طول. خلاص اوكي اوكي احنا خلاص خلصنا. حط بس على انا كده كده على نفس البلانشه دي. هنقدم الناجتس واصابع دجاج المقرمش. خلاص كده نشيل بقى الزيت ده، ندخله بعيد كده هنا لجوه. الكروت دي خلاص نبدا بقى ننضف الايه الحته الصغنونه دي مكاننا كده كده. خلاص دي خلاص هنا. واقدم بقى، ممكن تتقدم في الطبق اللطيف ده، خلينا على نفس البلانش هتبقى لطيفه جدا والله. يعني انا هقدم على الاثنين، مش هعمل فيها يعني فل، هي بتيجي كده بين كل حاجه حاجه. هنضف بس البلانش من الزيت وخلاص. اوكي خلاص تمام. يلا نعمل لهم بقى كده ايه طبق فيه من كل حاجه حاجه. خلاص والله بجد. طب يا تسلم ايديكم والله، ميرسي ليكم ولذوقكم جدا والله. كده تمام. بس كده هاخد بقى دي كده اللطيفه دي احطها هنا كده. ما عملناش يعني كميه فظيعه مفرطه، لكن اتمنى ان هي تكون فكرتها وصلت وفكرتها بسيطه وظريفه وحاجه نظيفه احنا اللي عاملينها في البيت. اتمنى يا رب تكون الحلقه كانت لطيفه وخفيفه على قلوب حضراتكم. من هنا لحلقه جديده، اشوف حضراتكم على الف خير وسلامه يا رب، واستودعكم الله. سلام عليكم.
Thank you.